بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 80 بعد 100 من سلسلة دروس كتاب اللباب شرح متن الكتاب للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيم الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: كتاب البغاة. قال: ولما أنهى الكلام على أحكام المرتدين أخذ في الكلام على أحكام البغاة. والبغاة جمع باغ، من بغى على الناس ظلم واعتدى. وفي عرف الفقهاء الباغي يعني هو الخارج عن طاعة الإمام الحق بغير حق، عن طاعة الإمام الحق بغير حق كما في التدوير. أما إذا خرج على الإمام بالحق، تمام، فهذا لا يسمى باغيا، كما سيأتي معنا، كما سنذكر بعد قليل، المنصوص عليه أنه يجب أن يعان هذا الخارج إذا خرج يعني على الإمام الحق بالحق. فكيف إذا كان الإمام إماما بالباطل، إذا كان الحاكم حاكما بالباطل، فهذا يعني الأمر الخروج عليه لا يسمى بغيا. وإذا طبعا الآن هذه العبارات أحبابنا الإنسان يقولها ويكيفها على مزاجه وينزلها على الواقع، المنازل التي تحقق له مصالحه والمنازل التي ترضي من يريد إرضاءهم. وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد قيد بالمسلمين، لأن أهل الذمة إذا غلبوا على موضع للحراب، غلبوا على موضع من أجل أن يحاربون أهل الذمة في بلدنا، في مصر، في بلد مسلم، تمركزوا في مصر أو في قرية أو في بلدة وجمعوا السلاح وشكلوا جيشا وغلبوا على هذا المكان ليحاربوا الإمام، فهؤلاء يقاتلون، صاروا أهل حرب، صاروا أهل حرب كما مر، وخرجوا عن طاعة الإمام أو طاعة نائبه. قال في الخانية من السير: قال علماؤنا: السلطان يصير سلطانا بأمرين، بالمبايعة معه، ويعتبر في المبايعة، يعني أن يبايع السلطان، ويعتبر في المبايعة مبايعة أشرافهم وأعيانهم، يعني رؤساء القوم العليا من القوم، المفكرون، العلماء، الكبار التجار. والثاني: أن ينفذ حكمه في رعيته خوفا من قهره وجبروته، أن ينفذ حكمه. فإن بايع الناس ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم لا يصير سلطانا، لا يصير سلطانا. فإذا صار سلطانا بالمبايعة بايعوه، فجار بعد ذلك، ظلم الرعية، بايعوه ثم ظلم الرعية. إن كان له قهر وغلبة لا ينعزل بهذا الظلم، لأنه لو انعزل يصير سلطانا بالقهر والغلبة،
فلا يفيد، وإن لم يكن له قهر وغلبة ينعزل بظلمه. كلام في غاية الوضوح. قال: دعاهم أي الإمام أو نائبه استحبابا إلى العود إلى الجماعة والطاعة، وكشف عن شبهتهم إن أبدوا شبهة لعل الشر يندفع به، يعني يندفع بهذا الحوار بهذا النقاش يندفع، لا سيما أن عليا رضي الله تعالى عنه فعل ذلك مع الخوارج قبل أن يقاتلهم، قبل أن يقاتلهم. هنا يوجد كلام أحبابنا، كلام أنا سأقرأه عليكم. قال الشيخ الطحاوي في مختصره: وإذا ظهرت جماعة من أهل القبلة داعية لأمر وقاتلت عليه وصار لها منعة، سئلت عما دعاها إلى الخروج، فإن ذكرت ظلما الذي دعانا للخروج، ظلم الحاكم، ظلم الإمام، ظلم نائب الإمام، فإن ذكرت ظلما قال أنصفت من ظالمها، لابد أن ننصفها، وإلا إن لم تكن ذكرت الظلم وإلا دعيت إلى الرجوع إلى الجماعة. هذا كلام الشيخ الطحاوي، الإمام الطحاوي رحمه الله. قال الشيخ أبو بكر الجصاص في شرحه لهذا الكلام، قال: وإنما سئلت عن ذلك لجواز أن يكون خروجها للامتناع من ظلم جرى عليها أو على غيرها، فإن كانوا ممتنعين من الظلم فهم محقون، لا يجب قتالهم، لا يجوز قتالهم، لأنهم حينئذ خرجوا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون في قتالهم شر عظيم، وفي قتالهم فتنة كبيرة، وفي قتالهم ظلم شديد، لأنهم خرجوا هم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ولا يبدأوهم بقتال، لا يبدأ الإمام من خرج عليه أو على البغاة، البغاء لا يبدأوهم بقتال حتى يبدأوه. ليه؟ قال: إبلاء للعذر، حتى يكون الإمام قد أعذرهم، قطع أعذارهم، وإقامة للحجة عليهم. ولذا بعث علي رضي الله تعالى عنه إلى أهل حروراء من يناظرهم قبل القتال، من أرسل لهم ابن عباس رضي الله عنهما، فإن بدأوا بالقتال قاتلهم حتى يفرق جمعهم. لاحظوا أحبابنا الكلام دقيق، قاتلهم حتى يفرق جمعهم. قال في الهداية: هكذا ذكر القدوري في مختصره، وذكر الإمام المعروف بخواهر زادة أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا تعسكروا واجتمعوا، لأن الحكم يدار مع الدليل. ما هو الدليل؟ قال: وهو الاجتماع والامتناع، اجتمعوا وصاروا ممتنعين بالجماعة والسلاح والقوة والعتاد، وهذا لأنه لو انتظر الإمام حقيقة قتالهم ربما لا يمكنه الدفع، قد ينضم إليهم كثيرون، فيدار يعني الحكم على الدليل، أي على دليل قتالهم وهو امتناعهم واجتماعهم، فيدار على الدليل ضرورة دفع شرهم، يعني لأجل دفع شرهم. قال: وإذا بلغه أنهم يشترون السلاح ويتهيئون للقتال ينبغي أن يأخذهم ويحبسهم
حتى يقلعوا عن ذلك. انتبه، يأخذهم ويحبسهم، لا يقتلهم، ما في قتل، هذا مسلم. ويحدث توبة، ما في تعذيب، ما في تنكيل، ما في سلب للأموال، ما في ظلم. نأخذه يوضع في السجن فقط حتى يرتدع. أما أن نجري عليه أصناف أنواع التعذيب والعياذ بالله، هذا ظلم. ويحدث توبة دفع، لأنه سيدخل، فإذا ما تعرض للتعذيب سيخرج بحقد وأضغان أعظم بكثير مما كانت من قبل. فإذا كان يريد الشر لمرة، سيريده الآن لعشرات المرات، أضعاف مضاعفة، دفعا للشر بقدر الإمكان. والمروي عن سيد أبي حنيفة رضي الله عنه من لزوم البيت، يعني إذا ما حصلت فتنة في الأمة اقتتل المسلمون فيما بينهم، فالمطلوب هكذا قال سيد أبو حنيفة رحمه الله أن نلزم البيت، لا نقاتل مع هؤلاء ولا نقاتل مع هؤلاء. قال محمول على حال عدم الإمام، إذا كان الإمام غير موجود. أما إعانة الإمام الحق الذي يعمل بالكتاب والسنة ويعدل ولا يظلم وينصف المظلوم من الظالم ويعطي الرعية حقوقهم، أما إعانة الإمام الحق فمن الواجب. الباري يقول في القرآن فقاتلوا التي تبغي، فقاتلوا التي تبغي، هنا فقاتلوا الأمر للوجوب، فقاتلوا التي تبغي. فمن الواجب عند الغناء والقدرة، يعني عند الكفاية، إذا عندما يكون مكتفيا يجب عليه أن يقاتل مع الإمام، مع الإمام العدل. فإن كانت البغاة لهم فئة أي طائفة يلتحقون بها، فئة يلتحقون يلجؤون إليها، أو حصن يلتجئون إليه، أجهز على جريحهم أثناء القتال والمعركة، وجد جريحا يجهز عليه أي تمم قتله. قال في الصحاح أجهزت على الجريح إذا أسرعت قتله وقد تممت عليه. واتبع موليهم أي هاربهم دفعا لشرهم كي لا يلتحقا، يعني الجريح والهارب، بهم أي بفئتهم، أو يلتجئا إلى حصنهم. وإن لم يكن لهم فئة، لاحظ الآن، ولا حصن، قال لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم، لأن المقصود تفريق جمعهم وتبديد شملهم وقد حصل، فلا داعي لقتلهم. إذن القتل ليس غاية وليس مقصدا، القتل سبب لدفع الشر، سبب لدفع الشر. ولكن دأب الظالمين أنهم يقتلون كل من هب ودب إذا ما نطق بما يعارض مصالحهم، بما يعارض مصالحهم، لا يسمحون لأحد أن يتكلم بحق، وإن كان هذا الحق حقا واضحا للجميع، هم يرفضون الحق لأنهم لبسوا الثوب أو ثياب الظلمة. نسأل الله عز وجل السلامة للجميع. قال فيه إشعار بأنه لو أسر أحد منهم من البغاة لم يقتله إن لم يكن له فئة، وإلا قتله كما في المحيط قهستان. قال ولا تسبى لهم ذرية. لاحظوا أحبابنا الآن، إذا في واحد
هربان يأتون بزوجته بأولاده بأبيه بأمه، يضعون الجميع في السجون من أجل أن يأتي فلان. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وفيه إشعار بأنه لو أسر أحد منهم لم يقتله، عفوا، ولا تسبى له ذرية ولا نساء ولا يغنم لهم مال، لا يستولى على أموالهم ولا يحجز على أموالهم. كيف؟ هذا مال مسلم، مال معصوم هذا. ولا يغنم لهم مال، يعني لاحظ، إذا قاتلوا الإمام لا يحجز على أموالهم. فهل يحجز على أموالهم بمجرد معارضة الإمام؟ لا، لا يجوز هذا، هذا ظلم. قال لأنهم مسلمون والإسلام يعصم النفس والمال، ولا بأس أن يقاتلوا، ولا بأس أن يقاتلوا بالبناء للمجهول، أي البغاة بسلاحهم، ويرتفق بكراعهم، يعني ينتفع بخيولهم وأسلحتهم إن احتاج أثناء القتال، يعني إن احتاج المسلمون، أي المطيعون إليه، يعني إن احتاج المسلمون الذين مع الإمام احتاجوا لأسلحة البغاة وخيولهم من أجل القتال، يأخذونها ويقاتلون مع الإمام. قال لأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة، إذا احتاج الإمام لقتال المشركين والكفار إلى أموال العادل يأخذ منه من أمواله من أجل أن يقاتل الأعداء، ففي مال الباغي أولى. قال ويحبس الإمام أموالهم دفعا لشرهم باستعانتهم به على القتال، يعني ما داموا يقاتلونهم، ما داموا يقاتلونهم يحبس جميع أموالهم، إلا أنه يبيع الكراع، لأن حبس الثمن أنظر، يعني فيه فائدة للبغاة إذا رجعوا للحق أرجعنا إليهم أموالهم، أو إذا لم يرجعوا أنفع للمسلمين. قال لأن حبس الثمن أنظر وأيسر من أن تحمل الخيول والبهائم والأسلحة والأمتعة، هذا أيسر حمل المال. قال ولا يردها عليهم، لا يرد عليهم أموالهم، ولا يقسمها بين الغانمين، لما مر أن أموالهم لا تغنم ولكنها تحبس فقط ولا ينتفع بها حتى يتوبوا فيردها عليهم لزوال بغيهم. قال وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج، البغاء غلبوا على مصر وأخذوا الخراج من أصحاب الأراضي وأخذوا العشرة من أصحاب الأراضي. قال ثم بعد ذلك الإمام العدل استطاع أن يعيد سلطانه وسيطرته على الأرض التي استولى عليها البغاة، هل يأخذ مرة ثانية الخراج والعشرة؟ قال لم يأخذه الإمام ثانيا. ليه؟ قال لأن ولاية الأخذ له ثبتت، ولاية أخذ الخراج وأخذ العشر للإمام بسبب حمايته لهم، والآن هو قصر في حمايتهم فزالت ولاية الأخذ. قال لأن ولاية الأخذ له، يعني للإمام، باعتبار الحماية ولم يحمهم، فلم تكن له ولاية الأخذ. فإن كانوا، أي البغاة، صرفوه في حقه، صرفوا المال الخراج والعشر، صرفوه
نعم، صرفوا المال الذي أخذوه في حقه، يعني في الجهة التي عينها الشارع مصرفا لمال الخراج ومصرفا لمال العشر، أجزأ من أخذ منه. ليه؟ قال لوصول الحق إلى مستحقه، وإن لم يكونوا صرفوه في حقه، لم يصرفوا المال هذا في المصارف الشرعية، أفتى أهله، وفي بعض النسخ فعل أهله فيما بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك ثانيا، لأنه لم يصل إلى مستحقه، لأن الخراج لم يصل إلى مستحقه والعشر لم يصل إلى مستحقه. لأن أحبابنا الآن لاحظ، سقطت المطالبة قضاء، والفقهاء يقولون سقوط المطالبة قضاء لا يوجب سقوطها ديانة، سقوط المطالبة قضاء لا يوجب سقوطها ديانة، فلذلك يفتون بإعادة الخراج والعشر فيما بينهم وبين الله. قال في الهداية، قالوا يعني العلماء والمشايخ، لا إعادة عليهم في الخراج، يعني حتى ديانة، حتى ديانة لا إعادة عليهم في الخراج. ليه؟ قال لأن البغاة الذين استولوا على هذا المصر، لأن البغاة الذين أخذوا الخراج مقاتلة مجاهدون، إذا أراد حصل القتال مع الكفار يقاتلون مع الإمام العدل، لأنهم مقاتلة فكانوا مصارف، يعني كانوا مصارف الخراج. نمر معنا أن الخراج من مصارفه يصرف للمقاتلين، الله، فكانوا مصارف وإن كانوا أغنياء، لأن المقاتل يأخذ راتب الوظيفة، المال يأخذه وإن كان غنيا. وفي العشر يعني يفتون بأنه لا إعادة عليهم ديانة في العشر إن كانوا فقراء. قال في العشر إن كانوا فقراء فكذلك، يعني لا إعادة عليهم، يعني إن كان البغاة الذين أخذوا العشرة كانوا فقراء كذلك لا يفتون، لا إعادة عليهم ديانة، لا يعاد. ليه؟ قال لأن العشرة حق الفقراء، وقد بيناه في الزكاة، يعني فأخذوه هم وهم فقراء. قال وفي المستقبل، في العام المستقبل أو المستقبل، العام القادم الآتي، يأخذ الإمام منهم الخراج والعشر. ليه؟ قال لأنه يحميهم فيه، في العام المستقبل القادم الثاني يقبض السلطان يحميهم فيأخذ منهم الخراج والعشر لظهور ولايته. ثم قال كتاب الحظر والإباحة. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بإسرار الفاتحة.